طريق الحب نادى إذ مشينا حسينا وحسينا وحسينا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها عدد ما أحاط به علمك وأحصاه كتابك. لقاء آخر يتجدد مع سماحة السيد عارف نصر الله مسؤول العلاقات العامة لمرجعية السيد آية الله العظمى السيد صادق الشيرازي حفظه الله ودام ظله العالي. سماحة السيد أهلا بكم مرة أخرى، وإن شاء الله نستفيد منكم في هذا اللقاء بإذن الله تعالى. حياكم الله، بارك الله في سماحة السيد، حفظكم الله، واني كل فخر واعتزاز انه ارى سماحة السيد وياي على الهواء. حبيبي سيدنا، جزاكم الله خير. سيدنا الجليل، في اللقاء السابق كان كلامنا على الموضوع المتعلق بنصرة الإمامين العسكريين في آخر جمعة من شهر رمضان المبارك. صح. طبعا هذا الإنجاز التاريخي الكبير اللي حققته، النجاح اللي صداه وصل إلى أصقاع الأرض. ما شاء الله عليكم، يعني ما شاء الله نجحتوا في هذا البرنامج وقدرتوا توصلون رسالة إلى العالم بأن الإمامين العسكريين مظلومين، مظلومين يعني، وفعلا وجهت الأنظار إليهم سلام الله عليهم. وما شاء الله أيضا الآلاف المؤلفة من الناس، حوالي من 15 إلى 20 ألف شخص في كل مرة تأخذوهم إلى زيارة الإمامين العسكريين عليهم السلام. الآن اليوم لقائنا في قضية متعلقة في شعيرة من الشعائر العالمية العظيمة اللي أيضا تترك أثر عظيم في كل أصقاع الأرض، وهي زيارة الأربعين. سيدنا، أشوفكم دائما مهتمين في هذه القضايا ومركزين على الشعائر الحسينية، مرة قضايا المتعلقة بالشعائر الحسينية، منها شعيرة التطبير وأيضا شعيرة الأربعين وكل الشعائر الحسينية، أنتم مهتمين فيها اهتمام شديد، فليش هذا الاهتمام؟ شنو السبب؟ حياكم الله، بارك الله فيكم. بالبدء أشكر سماحة السيد وأشكر أخواننا في قناة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف ليتحن هذه الفرصة والفرص القديمة. وحقيقة هاي القناة أنا عايشتها وعايشتني وقريبة علي وأنا قريب عليها، ومن بداية عملها كان لها دور رائع جداً، واللي قبلها كانت قناة الزهراء سلام الله على الزهراء، فكانت لها دور واضح وملموس إلى الجميع من يوم الأول في اهتمامها في تسليط الضوء على الشعائر الحسينية، المراقد الطاهرة، الأمور المذهبية الولائية الدينية، وأبلت بلا حسن حقيقة، وكانت مجاهدة حقيقة، مجاهدة رغم ظروفها المالية وغيرها، ولكن هي أبلت بلا حسن، جزاها الله بألف خير. وهاي فرصة جديدة أن نلتقي مع مشاهدينا في هذه القضية، قضية الأربعين. سمعت السيد، أنت سيد العارفين، قضية الأربعين قضية إلها فت خصوصية. نعم. الأربعين بركان ويتفجر. نعم. بركان ويتفجر. وهذا البركان ينتج هاي السيول البشرية والأمواج البشرية التي تبدأ من أقصى الأرض إلى كربلاء. من كل العالم في كربلاء تواجدهم في هذه الأيام القادمة.
وهذا بركان ونور دي يصدع أكثر. وإحنا لربما هاي الأيام شاهدنا مقاطع من باكستان، من الهند، من إيران، من أوروبا، من الكويت، من العراق، من الفاو. الجموع البشرية تتوجه باتجاه كربلاء من أيام قبل أيام إلى يوم 20 صفر، وكلها هدفها واحد، غير هدف معدة. لا علينا من ادعى غير ذلك ومن اتهم هالموالون في قضية أنه نواياهم أو أهدافهم في المسير، كل ادعاء باطل وبهتان على الناس. حقيقة كل نواياهم واحد، هو حسين. وغير الحسين ما عندهم. والدافع الأساسي لهؤلاء هو العشق الحسيني. هؤلاء عشاق، إنسان يعشق لواحد، وهذا العشق أن يذوب في ذات طرف الآخر ذوبان كامل، ذوبان كامل. وهذا هو معنى العشق. يطلع يخرج من بيته، من الفاو، من باكستان، من الهند، من إيران، من أمريكا، يخرج من بيته وهو يصيح يلبي كتلبية الحج، لبيك اللهم لبيك، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين. هذا يشتعل البركان في داخله، يبدأ يعمل البركان في داخله. فهيك إنسان تارك عياله وأهله وعمله، هذا اللي جاي مجرد من غير أغلبية الناس، يجيب أهله، زوجته، أطفاله، حتى الطفل الرضيع يجيبه وياه، وهو يلبي نداء يا حسين. حقيقة هذا 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 أنت، أنا أصور كثير من اللي أنا ما أعرفه، بس قسم هم نعرف من كثير من الناس، من كثير من الخبراء، المحللين، السياسيين، الفكريين، علماء النفس، غيرها، قعدوا هو يفكروا للحالة، كون على يقين الكل وصل إلى نتيجة أنه عشق. يعني كل خلل، كل التحاليل مالته، بعدين يكتب الآخر شيء العشق الحسيني. عشق ذابه في الحسين. حقيقة احنا ميدانيين في الساحة ونشاهد ونرى هؤلاء الزاحفون، ما هي تصرفاتهم، ما هي سلوكهم، ما هي أعمالهم، طريقتهم. تلقى القليل منهم بدون تسبيح. التسبيح مو هاي اللي يطبق اثنين ويسبح بين، لا، تسبيح الفرادي. يعني دي يسبح وهو يسير، دي يسبح، دي يذكر الله. حقيقة قمة بالإيمان هذه الأيام اللي يعيشوها. جناب السيد، أحب الله من أحب حسينا. هذا العشق الله عز وجل جعله في قلوب شيعة أمير المؤمنين، وحتى غير شيعة أمير المؤمنين. يعني حب الإمام الحسين، إحنا نلاحظ نشوف أن حب الإمام الحسين حتى لغير غير الشيعة، حتى من الطوائف الأخرى، حتى من الأديان الأخرى، هذا العشق الله جعله في قلب الإنسان. وحب الإمام الحسين يعني حب الله عز وجل، يعني حب رسوله. أحب الله من أحب حسينا. أحسنت حبيبي سيدي. الحقيقة اللي أنا أقولها اللي تفضلت به هو قمة الصح، وأنا أحدد وأبلور أكثر.
هذه ترجع للنطفة الإنسان السليمة، ترجع للقمة الحلال اللي أكلها، تزرع في داخله هذا العشق الحر. الحر كان لولا نطفته طاهرة ولقمته سليمة ما كان وصل اللي وصل اللحظات الأخيرة، قفز من معسكر الشرك إلى معسكر الإيمان، من معسكر الظلم والظلام إلى معسكر الحق والنور. معسكر الله اتحول إليه بعد ما اتحول من معسكر الشيطان، من قفز من معسكر الشيطان دخل إلى معسكر الله اللي هو معسكر الحسين. هذه مو قوترة، يعني هذه بالعامية تقول مو قوترة، يعني هذه مو جتي يعني بشكل طبيعي، يعني قضية فطرية بس، لا أكبر من هذا. النطفة الطاهرة اللي يملكها كان الحر، اللقمة اللي حلال ما أكلها، العشق الولائي كان مزروع في داخله بس أكو غبار عليه. في الصدمة بعد ما اصطدم بيها، يعني كان كأنه هو في غفلة، ولكن من دخل إلى كربلاء ودخلت الجيوش ورأى الحق أمامه، أنه هذه الثلة البسيطة القليلة، الثلة المؤمنة المتمثلة بالإمام الحسين عليه السلام مع الجموع الشرك، هذا اصطدام الرجل. بعدين أكو إلى مخلفات أنا داريد أحلل حول النطفة وقضية القفزة هاي اللي قفزها. حتى من يوم الاصطدام مع الإمام الحسين عليه السلام الحر، إمام الحسين شنو قال له؟ قال له ثكلتك أمك. جاوب الحر قال له لولا أمك فاطمة، كلمت غير كلام، لكن أمك فاطمة دليل على نطفته الطاهرة. وإلا لو مو نطفته الطاهرة ما عرف فاطمة، معناته الحر كان يعرف فاطمة وعنده علاقة مع فاطمة، بس أكو غبار. هذا الغبار من راح طلع عشق فاطمة، طلع عشق أهل البيت في داخل الحر، لذلك تحول هذا التحول العملاق، هذا الشيء الكبير اللي صار رمز للأحرار الحر. يعني الحر رضوان الله عليه وسلام الله عليه كان يقول أنا ما أقدر أتكلم على السيدة الزهراء، بس بالمقابل في يوم العاشر كانوا يهينون الإمام الحسين، فكان واحد يقول له ما تقول يا ابن فاطمة، يعني بالعكس، يعني هذا اللي كان يعادي الإمام الحسين ويؤذي الإمام الحسين مبين أنه ما عنده علاقة مع السيدة زهراء مثل ما تفضلت. وإضافة هم أرجع للنطفة، النطفة السليمة، اللقمة الحلال، اللقمة الحلال والنطفة السليمة هي تحدد موقف. أحسن. اللي صار أنه هذا اللي عنده هذا الآثار من خلالها يبين موقفه، الموقف السليم يطلع في هذه الحالة. وعلى هذا مد التاريخ صدام لعنة الله عليه شلون أذى الناس وأذى شيعة أهل البيت، كيف اضطهدهم، كيف ظلمهم، كيف أعدمهم، كيف اللعين دخل إلى الشقيق الكويت وعملوا ما فعلوا ما سوى لعنة الله عليه. بلد مستقر عايش طبيعة حالته، أنت تيجي وغير هذه تشوفه محضر شر وليس خير. النطفته حلال والنطفته سليمه ولقمته حلال، كن على يقين دائما يكون محضر خير مو محضر شر. حتى في هذا عصرنا نشوف اكو هواي ناس يخرج ما هو الا يتهم، يعتدي، يتجاوز،
على خصوصا الموالين، ارجع الى وضعه ترى مو طبيعي. فقضية الولاء كون على يقين، خصوصا هاي لقمة الحلال. لقمة الحلال من تكون سليمة تشوف الإنسان في خير، والعياذ بالله كانت العكس. اللقمة الحرام أول ما تضرب العقيدة في الإنسان، نعم، وتضرب الولاية في الإنسان. لذلك تشوفه عند آراء الولاية مشبوهة ومظلومة وما إلى ذلك. فإحنا حقيقة نشكر الله اللي نحن على هذا النهج، نهج أهل البيت، نهج طريق الحسين. وكذلك هؤلاء الجموع الغفيرة، العام 35 مليون إنسان. فكر فكر شوي وياي، انت عد عد 1-2-3 الى 35 مليون، شنو يصير بيك؟ صحيح. زين هاي الناس اللي تجمعت كيف؟ زين ذولا يعني كلهم يهتفون بهتاف واحد حسين. هذا جمعهم، ايش سوى بيهم هذا الشيء؟ هذا الدليل على داخلهم طاهر وسليم. والعياذ بالله بعض الناس اللي احنا نراهم الان، شوف هو شخصية يدعي نفسه شخصية، واحد يدعي نفسه شخصية سياسية، واحد يدعي شخصية. قبل ما اوصل الى هذا المكان المبارك مال القناة، ارسلوا لي مقطع سياسي فاسد من العراق، وإذا يتكلم كلام ما أنزل الله به من سلطان، ولا يخص أصلا على 40 وزوار 40 والقادمون لزيارة أبي عبد الله الحسين، والوافدون على أبي عبد الله، والوافدون لكربلاء. يتكلم هو فاسد، يقول أنه أنت تجي من برا، يقصد الناس اللي جايين من برا، أنتوا تجون إلى العراق تاكلون تشربون مجانا. بس انت يا ابن الحلال البعيد، انت دفعت درهم، دفعت دينار، وانتم تضررون الدوله. من لعنه الله عليك ولعنه الله على الدوله مالتك الفاسده، اذا كان هذا فكرها، اذا كان هذا توجهها نفس توجهك. اشو هي الناس بنفسها تخدم الزوار، تطوع ذاتي. والله لو رجعت هي الإدارة هاي مال 40، إدارتها كأطعام، كإدارة غيرها، إدارة إلى دولة أو مو دولة، دول، وداعتك تبوء بالفشل. ولكن أكو رعاية خاصة للأربعين، يدعي أنه أنتوا جايين هنا تزاحمون الدولة، وبعدين يعترض أنه أنتوا ليش هالأعداد الكبيرة. اللطيف انه منك بيك هذا. يعني المأساة انه من لحم جلدك، من لحم جلدك، يعني منك بيك شيعي. من لعنة الله عليك وعلى هاي افكارك؟ انت دفعت دينار، هي الدولة تدفع مثل ما قال الناس تدفع. شو تريد تدفع على الدولة؟ احنا عندنا سنويا، أنا أجمع باسم العلاقات والمرجعية، الدوائر الخدمية، الخدمية مال كربلاء لنهيئها نرتبها، إذا ساعة الساعة نقدر ندعم ندعمهم، عندهم النواقص كذا. عندنا مؤتمر وإن شاء الله يكون لكم حضور به الأيام القادمة، زين ندعو كل الدوائر الخدمية بما فيهم المحافظة، أنا ندعو تعال شوف النواقص اللي عندهم. كربلاء اللي تستضيف سنويا عشرات الملايين من البشر، اذا ترجع الى البنية التحتية مالته وتشوف الواقع مالته، تشوف فعلا كربلاء تمشي بمعجزة. ما عندنا دائرة وحدة، واتحدى يقولون يطلع للمحافظة او اي واحد في كربلاء، دائرة وحدة متكاملة ومهيئة بالكامل. ماكو، كلها
يستفادوا من محافظات أخرى كذا، بينما كربلاء لازم يكون لها ميزانية خاصة. أحسنت سماحة السيد. إحنا لأنه راح نروح إلى فاصل فنرجع إن شاء الله بإذن الله بعد قليل إن شاء الله. مشاهدينا فاصل ونواصل بإذن الله تعالى. حسين يا حياتي وأمنياتي والوجود، حسين يا ربلائي سر بقائي والخلود، حسين في خطانا في دعانا وهد عرش المعتدي يا حسين، والصوت شدا جئناك زحفا سيدي يا حسين. مشاهدينا نعود بعد الفاصل إلى اللقاء مع سماحة السيد عارف نصر الله. سيدنا هناك قضية تاريخية حدثت، والكل هذه يعرف هذه القضية، وهي أنه هناك مسيحي كان موجود في اللحظات اللي أخذوا فيه الرأس الشريف، الرأس الشريف والسبايا إلى يزيد لعنة الله عليه. فالمسيحي لما شاف هذا الوضع تأثر وسأل وعرف أن منه هذا صاحب الرأس، صاحب الرأس الشريف، فقال لهم هذا قريب، هذا القرب من رسولكم من نبيكم، وتسوون فيه هذا الفعل. احنا لو كان عندنا مثل هذا العظيم لنصبنا له منبرا في كل زاوية، ولدعونا الناس إلى المسيحية والعالم كله إلى المسيحية من خلاله. احنا عندنا هذه العظمة اللي بيدنا، وهذه الشعائر، وهذه الإمكانيات الهائلة، مو قاعدين نستغلها بالشكل السليم. يعني هذه الأربعين اللي الآن عشرات الملايين يحضرون إلى هذه البقعة الصغيرة البسيطة، ومع هذا بشكل إعجازي الكل الآن يتكلم عن الإعجاز اللي يصير في يوم الأربعين وقبل أيام الأربعين، وهذه الحشود الضخمة اللي تمشي مئات الكيلومترات، هذا مو قاعدين إحنا نستغله بالشكل اللي نقدر بإذن الله تعالى نوجه الناس إلى محمد وآل محمد، وإلى علوم محمد وآل محمد، وإلى فكر محمد وآل محمد، وإلى مبادئ وأخلاق محمد وآل محمد صلوات الله عليهم أجمعين. فشنو رأيك أنه شلون نقدر إحنا نستفيد من هذه الشعيرة العظيمة العالمية التاريخية؟ أولا هاي سيول البشرية وإن صح التعبير، هذا البركان واللي هو أقل وصف هذا إله حقيقة بركان اللي يتفجر في هذه الأيام باتجاه كربلاء، والسيل والزلزال، هذا الزلزال اللي يكون هذه الأيام حقيقة ممكن تصنع منا معاجز لقضايانا المصيرية. ولكن للأسف احنا ما مجيري هذا لقضايانا المصيرية ولأمورنا الأساسية، ولهذا العدد الهائل السيل البشري هذا ممكن انت تستغله واي أمور، ولكن للأسف
بدي يصير الوضع عفوي وبدون إدارة وتوجيه. احنا طبعا إدارة مريد لهذه الجموع الغفيرة، إدارة بمعنى الإدارة كمؤسسة مختصة بالأربعين وزارة، مشكلة هذه من نصنعها راح نخلق أنفسنا مشاكل، اللي من ضمنها تيجي قضية تهذيب الشعائر. واحدة من أفكار أول متأسس هيك مؤسسات، أول ما يقول لك تهذيب الشعائر وكأنه الشعائر غير مهذبة، وصارت قبل فترة، بينما الشعائر هي لازم تكون بهالطريقة الموجودة تاريخيا، وحتى لو أكو شيء جديد عادي خلي الناس تبدع من نفسها وتكون عندها رؤية في هالقضية. واترك يا أخي خلي تكون حرية، بس عمو العالم دي يدعو للحرية، خلي الإنسان ما يدعو للحرية، حرية الشعائر، حرية كل إنسان هو خليه يؤدي شعائرته أو يعبر عن جزعه، خليه براحته يا أخي، ليش هالمضايقة؟ ليش يعني كل شيء عندنا حرية بس بهذا ما عندنا حرية؟ أنا سعيد أريد أسوي أي شعائر، أي نوع من الأنواع اللي أعبر بي عن ما سمعت أو ما قرأت أو ما ألمس من مصيبة مرت على أهل البيت في كربلاء، خلينا أعبر يا أخي. يعني ليش رأسا تربطها بدعة وخرافة وما أدري كذا؟ يعني أنت اللي تقول هذا الكلام بدعة وخرافة، أنت أثقف منه؟ أنت أفضل منه؟ وإن شاء الله يوم القيامة يبين أمام الحسين أنت منو هذا منو. ناس مكلفين في قضية نواياهم، الله سبحانه وتعالى جازع النية، أنت تيجي تخلق فتن في هذا الوضع تش عليك؟ وبعدين شنو هيك العالم ما عاد شغل عمل قاعدة بس تصور ذول الناس اللي أي واحد يريد يعبر عن وضعه، وأنت جاي وتقول لا ما يصير أمام الناس. يعني أمثال هؤلاء الأشخاص مثلا إذا تروح وراء الواقع اللي موجود عند البشر تلقى أشياء شبيهة وأكثر من هذا. مثلا عند الآخرين مثلا المسيحيين يعتزون بالصليب، هذا الصليب اللي احنا ما نعتقد فيه، أنه النبي عيسى ما صلب ولا قتل، ولكن يعتزون في هذا علامة المظلومية. يعني دا يحاولون يأثرون في العالم كله من خلال مظلومية المسيح، أن المسيح تألم علشاننا، علشان المسيحيين. وهذا الصليب تلقاه في كل مكان موجود، على قمم الجبال، على مداخل الإسلامية، على مداخل القرى، على صدورهم، على كل مكان هذا الصليب. هذا الصليب شنو معناه؟ هذه علامة المظلومية. قدروا يأثرون على العالم كله من خلال هذا الصليب، أنه النبي عيسى مظلوم عليه السلام. احنا عندنا الواقع والتاريخ وللكل متفق عليه ان الامام الحسين ايش كثر ظلم، وهذه المظلومية كانت علشاننا. يعني الامام الحسين تحمل كل هذه المصائب اللي الكل ايضا يشهد انه مصيبة مثل مصيبة الامام الحسين ماكو في التاريخ. يعني حتى الانبياء السابقين كانوا يذكرون الامام الحسين من خلال الروايات المعروفة. فالإمام الحسين كانت مظلوميته أكثر مظلومية في كل أنحاء في كل مثلها. التاريخ ماكو مثلها، حتى السماء بكت دم، لا يوم حتى لا يوم كيومك يا أبا عبد الله. هذه المظلومة لما احنا نذكر هذه المظلومية بهذا الشكل الناس تدخل. وأنا أعتقد سيدنا الموضوع لأنه حق، لأنه ما يريدون احنا نجذب الناس والآخرين باسم الإمام الحسين، لأن الإمام الحسين سفينة النجاة، مصباح الهدى وسفينة النجاة. إحنا بإمكاننا عن طريق الإمام الحسين نأثر على كل أنحاء الكرة الأرضية، خصوصا الآن مع وجود الفراغ العقائدي. الآن أكو فراغ موجود، أنت كثر ما تعرض بضاعتك بالشكل السليم تأثر في الآخرين، وهذه حالة فطرية عند الناس وعاطفية. لكن هذا الشيء ما يصير أنه بالشكل المطلوب، لأنه أكو تشويه وأكو تخريب. ولكن إن شاء الله عز وجل
هو يريد ينجح هذا المطلب بإذن الله تعالى. أنا أكمل في الموضوع اللي طرحته أنه كيف أن نستفيد. واحدة من الاستفادات هي الوسائل الإعلامية، بل هي على رأسها. يعني إحنا عندنا كم مليون دي يحضر كربلاء؟ أقل التقادير العام اللي قاله 30، وقسم يقولون 35، مو أقل، وهالسنة يمكن أكثر إن شاء الله، لأنه المد أكثر يصير. إحنا لازم نجعل لكل واحد إلى كاميرا، يعني 30 كاميرا، 30 مليون كاميرا لازم يصير. كل إنسان لأنه إلى فد قضية، حالة تصرف، فد قضية، معجزة، كرامة، علاقة. تدري ذني من اللي نشرا ويسلط الضوء عليهم أمام الآخرين شنو يعمل؟ طبعا سوي بركان، سوي اهتزاز، يأثر. إيش قد أكو ناس الآن، آلاف إذا مو عشرات الآلاف، إذا مو مئات الآلاف من الناس اهتدوا بقضية الحسين. راجع شوف ذول شلون اهتدوا. يعني احنا قاعدين ببيوتنا وهم ببيوتهم وتهتدوا، اذا ما وصلتهم الكلمة الطيبة، الموقف، التحليل السليم، عدم الأكاذيب، وضع القضية الحسينية، أهداف الإمام الحسين، منطلقات الإمام الحسين، مسيرة الإمام الحسين، مواقف الإمام الحسين، أخلاق الإمام الحسين، سياسة الإمام الحسين، إدارة الإمام الحسين، نطق الإمام الحسين، معالجة المشاكل الإمام الحسين كيف عالجها، بأي أسلوب، طريقة اللاعنف اللي استخدمها الإمام الحسين، اللي إحنا كثير من الناس غافلة عننا. احنا نتصور انه الامام الحسين السيف والدم، لا ابدا. واللي قالها هذا ما يفهم الامام الحسين انطلاقته من البدايه الحد اللحظات الاخيره اللي قتل جميع من معه بما فيهم الطفل الرضيع. يعني هذا الاعلام لازم يعكسه، هذا لازم يعكس هذه القضيه، قضية يعني قمة اللاعنف، ودي يعطي حجج انه انتو لازم، او قرارات انه دي يفرض علينا انه ترى الاسلام هو السلم. زين، يوم اللي قتل كل من معه بما فيه الطفل الرضيع، ترى يدعو الناس ان يخلو سبيله ومع العائلة. شوف إمام الحسين أبو الضي، إمام الحسين ذاك المغوار، إمام الحسين بن حيدر الكرار، إمام الحسين له صولات وجولات في كثير من المعارك المسلمين السابقة الأوائل، ومعروف الإمام الحسين بشجاعته وبطولته وصلابة موقفه وقلبه. عنده قضية كانت، مو هدفه أنه يقاتل، عنده قضية يريد يوصل رسالة، ما خرجت إلا لطلب الإصلاح في أمة جدي. لا مو صاحب القضية هنا، مو دورات حتى صاحب قضية يوصل إلى مرحلة أما يجبن أما يتراجع. نعم. أما كذا، لا صلابة الحسين إلى الأخير. نعم. إلى الأخير. زين، ولكن ويعدري أنه ما يستجيبون الجماعة إليه، ولكن من باب أولا إلقاء الحجة عليهم، إضافة رسالة لنا وللعالم ولكل الإنسانية، ترى الأصل هو اللا عنف، الأصل اللا قتال، اللا قتال ماكو قتال، الأصل التحاشى عن الدم والابتعاد عن الدم. كان دائما يقول لا نريد أن نبدأ الناس بقتال، يرموا بالنبال يتقهقر إلى الوراء ويقول إني أكره أن أبدأهم بقتال. زين، للأسف الآن السعيخ صايرة في حالة عجيبة، كثير من مبادئ حقيقة كثير منها تغير. هو هذا فلان وفلان اللي يطلع يعترض وكذا ويدعي، وهذا تعال شوف وضعنا المأساوي الآن. إحنا وضعنا صاير أول كلام هو الدم، ها مو الوهابية أو النواصب، لا ربعنا
ربعنا شيعة دورة صاير عندهم هذا الشيء، صاير عندهم هاي الحالة إلى 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 مستويات راقية. يقول لك أنا قافل في هذه القضية أو الدم. عجيب لك هذا أول الكلام يا ابن الحلال، والقضية بسيطة جزئية ما أريد أدخل بالتفاصيلها. يقول أنا قافل لحد الدم، وهو لأنه بيدي سلطة وبيدي كذا. أنا مثلا السيد ما أخليه مثلا يعرض هذا الفيلم، هذا الـ هذا الـ هاي المقابلة إذا عرضت أنا ويا حد الدم. هاش نعم على كيفك، هاي همجية، هذه هاي همجية يا أخي، هاي مورست في حقنا الآن تتمارس ومن السلطات عليا. ما أريد أدخل بتفاصيل بقدر ما ألمح لها. هذه همجية. أنت أكو طرق سلمية تقدر تنهجها. أبا عبد الله يقول أخلي سبيلي، من يقول لا أخلي سبيلي، هل جبن أبي عبد الله؟ جبن حشال أبا عبد الله أن يجبن، ولكن يريد يعطيني درس الأصل لا عنف، خصوصا أنت الإنسان المؤمن والمتدين واللي تقول أنا حسيني أو دا أخدم بالقضية الحسينية. الأصل مالك لا عنف، مو الدم، مو تنزل لي أنت وعضلاتك تنزل وتقول أنا حد السيف وياك بهاي القضية. أنت مو أنه أنت من البعيد. هذا واقع الحال صار في عصرنا الآن وفي هذا مجتمعنا. لازم أنت البعيد تفهم الحسين منه. الحسين تحاشى الحرب وتحاشى القتال وتحاشى عن يراق دمه، لين دمه تدري شنو يعني، دم إذا أريق إلى الأرض على الأرض الله سخط على الأرض. لذلك كان يريد ينقذ البشرية. هاي المواقف من ينقلها إذا ما الإعلام والكاميرات الحرة المؤمنة الموالية تنقل هذه القضية اللي ما تسيس وما توجه إلى فتوجه معين. الكاميرا الحسينية يجب أن تنقل هذا الشيء، مو تنقل بدعة وخرافة وهالمسخرة. أنت إذا رجل بيك حظ انقل هذه الأمور، مو أنت مكلب لي كل سنة وكل عام إحنا قضية عندنا حرب على الشعائر. كل سنة من ندخل محرم إلى أن نخرج من صفر إحنا هاي شهرين جماعتنا ها مغربة. كن على يقين، أنت سمعت الآن في أنت رجل إعلامي وإلك باع في الإعلام ومتابعة إعلامية عندك، أنت سمعت الآن بالغرب والشرق غير الشيعة يحجون على الشعائر؟ ماكو، سبحان الله، كأن ماكو قضية بالإسلام وماكو مصيبة بالإسلام وماكو تخلف. وإذا رفعنا هذا هاي الشعائر راح تصير الأمة في قمة الحضارة، تعمل في قمة التطور، وكل مشكلة انتهت. بينما لا، هي الحضارة الشعائر. أحسن. اللي أرد أقول، بس اسمع لي خلي أكمل سيدنا دقيقة. اللي أرد أقول أنه إحنا مسؤولية برقبتنا أن نعكس مثل ما هم، مو يقولون أنتوا لازم تظهرون مبادئ. أنت قاعد بمكان ما تعجي علي، أنا بن جلدتك وأنا رجال منك بيك علي وعلى ممارساتي الشعارية، احجي عن مبادئ الحسين. تارك مبادئ الحسين راح يمشلب لي بقضية التطهير وقضية الشعائر وقضية الهم، ما عنده غير هالقضية. فلذلك كاميراتنا الحسينية، قنواتنا الحسينية الأصيلة، يجب أن لا تلتهي بهذه الأمور، هل تعكس إن شاء الله القضية الحسينية وقضية مهمة أو فلسفة هذه الشعائر توضحها والدين. أحسن سماحة السيد. أيضا عفوا نقاطعكم، سامحنا عفوا. نرجع مشاهدينا إلى فاصل إن شاء الله ونعود بإذن الله تعالى. حسيناً عشقنا الرسول وآل الرسول، أتينا بدمع النواس البتول، تحار العقول فماذا نقول، ننادي
حسينا حسينا حسين حسينا 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 حسين. ونفخر أن رفعنا اللواء لذكر الحسين ومن كربلاء يوحدنا سيد الشهداء ننادي حسينا حسينا حسين بعشق أتينا نلبي النداء نضحي ونخضي منجى الإباء فهذه القلوب بكل وفاء تنادي حسينا حسينا حسين. إخواني أخواتي نرجع واللقاء الموفق مع سماحة السيد عارف نصر الله حبيبي سيدنا. سيدنا نقدر نوجه رسالة إلى كل شعوب العالم. الآن الأرض تعاني المجاعات والمصائب والمنكرات والفشل اللي قاعد يصير في كل مكان في الكرة الأرضية، وهذا الكلام اللي أنا أقوله حتى الطفل يعرفه أنه مصائب في كل الكرة الأرضية، مجاعات ومصائب وأمراض وحروب. احنا نوجه هذه الرسالة نقول لشعوب العالم الحل عند الإمام الحسين، صيروا حسينيين كل مشاكلكم تنحل. الآن المثال الواقع على الأرض هو زيارة الأربعين، عشرات الملايين مئات الملايين من الوجبات تقدم، ومن الرعاية الصحية لعشرات الملايين، والسكن يعني حل لمشكلة السكن وحل لمشكلة الصحية وحل لمشكلة الجوع وحل كل الحلول موجودة عند الإمام الحسين. وهذا موجود، يعني احنا ما نتكلم كلام خيالي، هذا واقعي، كل سنة العالم كله يشهد أنه. وإذا قالوا دولة، ترى ماكو دولة، دولة في العراق دولة ضعيفة، بنى تحتية تعبانة، والكل يعرف شنو المشاكل الموجودة في العراق. لكن احنا نتكلم عن دولة الإمام الحسين، مثل ما قال أحد المراجع الشيخ المرجع الشيخ محمد السند حفظه الله، الله يحفظه، أشار إلى هذا الموضوع، قال دولة الإمام اللي يدير الجموع اللي يدير هالمجاميع وهالناس وهالمجموعات ويدير العملية كلها ودولة الإمام الحسين. فتعالوا صيروا في دولة الإمام الحسين كل الشعوب، اللي يعتقد بالإمام الحسين ويلتزم في مبادئه راح تنحل كل مشاكله. شنو رأيكم في هذه الدعوة مولاي؟ والله هي هذا يجب أن يكون، ولكن ضمن مقدمات مؤهلات لازم تكون عندنا، مقومات لازم يصير عندنا. ولكن للأسف أنا قلنا النقطة الأولى أنه إحنا ما مستغلين وما مغتنمين الفرصة حقيقة. ها من الأربعين، الأربعين فد استعراض عملاق هائل في قضية الاستعراض للمذهب وللدين، ويعطي طابع سلمي لكل العالم انه هاي الجموع الغفيرة بهالمستوى، يعني مظاهرة إذا نزلت بأمريكا تشوف الحجار والضرب والعصي، وهي عشرات الملايين، لا حادث وش قد هم، ما يمكن 100 نفر لو 200 نفر لو 1000 لا شجار لا مشكلة. هاي الملايين تجتاز هذه المساحات والكيلومترات، مئات الكيلومترات تجتازها، لا مشكلة لا قضية لا حتى شجار، بل كلها شوفها كلها تعاون وانسجام ومحبة وتعاون على أبسط الأمور رغم المتاعب. يعني من هذا يمشي 500 كيلو متر، هذا من يوصل الكربلة شباقي بي، إذا إنسان عامي باقي بي، يعني منتهي
بينما تيجي يوصل الكربل بعد 500 كيلو وهو نشيط ويمشي متحمس ويعمل ومتحمس ونوايا أبا عبد الله. يعني شنو هذه؟ يعني معنوية القمة، المعنويات القمة، الروحيات قمة، الأخلاق قمة، كل إيثار قمة، التعاون قمة، كل شيء. هذه أحسن حجج وأحسن سندويشات نقدمها إلى الغرب كل العالم ونغري بها ونسحبهم إلى قضيتنا الأساسية، قضية الولائية وقضية المذهب وقضية الدين. ولكن للأسف لم تستغل. رسالات كثيرة، رسائل كثيرة موجودة في الأربعين، منها هذا التعاون، منها الأخلاق، منها الصبر. يعني 500 كيلو يا أخي، أنت الآن يا سيدي رسول الله قوم الآن روح خارج المنطقة مالتك، يعني فد كيلوين ثلاثة وري 3 كيلوات من توصل خلاص أنت منتهي وترجع لبيتك، ما من حق أي واحد يمكن يتكلم معك. نعم. لأن منتهي زين. هذا الماشي 200 كيلو و300 كيلو و500 كيلو، هذا ايش باقي بي؟ ولكن الشوف على كل هذا المستوى انه يتعامل بالمثاليات. نعم. والفوقية، ها مو الوسطية، لا الفوقية. زين، هذا شنو الدليل؟ هاي رسالة انه الحسين يعطي زخم هائل من المعنويات. نعم. ومن الصبر ومن التحمل. هذه معناته شنو؟ معناته الرسالة رسالة الحسين، مو رسالة عادية. نعم. ليس حتى الرسالات الأخرى، فد رسالة متفوقة اللي تعطي هذا الزخم المعنوي والروحي لهالناس اللي تيجي تجتاح كل هذه المساحات. هذا الدليل على أكو شيء وراها وهو الحسين، خصوصا الآن من تروح إلى الغرب ولا الشرق، غير المسلمين، غير الموالين مو المسلمين. جناب السيد، أيضا تأييد لكلامكم، أيضا نوجه نداء يعني من خلال لسانكم المبارك ولسان الحق لقناة الإمام المهدي إلى المحرومين من الزيارة. أكو ناس هواية محرومين من الزيارة في الأربعين. يعني الآن إحنا ندري أنه في كل أنحاء العالم الإنسان المحب للإمام الحسين، المحب شيعي أو غير شيعي، تشوفه ما يقدر في هذا اليوم يوم الأربعين يحب يمشي، لأنه الإعلام أثر، الإعلام عطى نوع من تأثيره، يشوفون الناس تشوف فيحب يمشي. فما تشوف أي واحد موجود وعنده علاقة مع الإمام الحسين في أي مكان في الكرة الأرضية، في أوروبا، في الصين، في اليابان، في أستراليا، تشوفهم يمشون الناس تمشي. فإحنا نوجه نداء لهم أنه كونوا رسالة. مثال للخلق، كونوا مثال للأدب، كونوا مثال للكرم، كونوا مثال للكرم أيضا، عشان تنقلون الرسالة الصحيحة للآخرين في بلادكم أنتوا، وإن شاء الله تحصلون ثواب الزيارة. أتابع الموضوع الأول وأرجع له قضيتكم. فأقول إحنا من الأربعين نقدر نوجه رسالة لجميع العالم أنه هذا الحسين ملك قلوب هؤلاء، وخصوصا الآن في الغرب والشرق وكل خارج دائرة هذا المحيط الحسيني، بما فيهم أكو شيعة ماتين ترى خارج المحيط، حتى أكو شيعة من عندنا بينا مخارج هاي المحيط محرومين خطية، يعني نستخطيهم والله اللي ما يعرف قيمتها، لأن هاي القضية ما يفهمها إلا اللي مارسها، إلا اللي يكون قريب عليها، إلا الإنسان اللي هو يكون يحتك معاي عايشها. نعم. ما يفهمها إلا هو. الشعائر تخلي هذه الشعائر الحسين إذا يمارس الإنسان الشعائر الحسينية تخلي أكثر، يكون أكثر قرب للإمام. أنت جيب الآن جيب العراقي باعتباره أقرب شيء للشعائر، ممارسة الشعائر، مو شعائر موجودة شعائر في كل العالم، بس العراق هو أقرب احتكاك لقضية الشعائر. شوف روحيته وروحية الآخرين،
الآن أكو أزمة بالشرق والغرب قضية الروحية. أنت سمعت الآن بالعراق واحد انتحر، روحاي شرطة موجودة عندك، القضاة موجودين، محاكم، دوائر السلطة موجودة بالعراق. سمعت أكو انتحر؟ إلا شذ وندر. بينما تعال أنت خل تصير الإحصائيات، تابع إحصائيات في أوروبا وغير أوروبا. اسمع ايش قد اكون قضية الانتحار، هذا ليش دي يصير؟ هاي قضية الغياب الروحي، فاقدين الروحية، فراغ عندهم. وكذلك الآخرين، كذلك الآخرين كمسلمين اللي خارج دائرة الإمام الحسين والقضية الولائية، وهم ترى عندهم هذا الأمور، تراهم دائما تعبانين، نفسيتهم تعبانة، مضطرين إلى مثلا استخدام الانتحار وغير انتحار. كثير من هذه الفراغات يشوكوا فراغ، فراغ روحي موجود. بينما ترك الشيعي فاتح صدره ويمشي رغم الجوع، رغم القهر اللي عليه، رغم، ولكن من يجي كل مناسبة يجدد روحيته، يجدد روحيته. نعم، يعني من الإنسان اللي جاي يخدم بالحسين، بالقضية الحسينية والأربعين غيره، وراء الأربعين ترى روحيته إلى العمل، إلى ممارسة الحياة اليومية، إلى قضية إدارته في البيت وغيره، عنده فتح حيوية تختلف عن باقي الأيام. هذه شنو معناته؟ معناته هذه المناسبات تعطي زخم هائل من المعنوية والروحية للإنسان. عفوا جناب السيد، احنا لان الوقت ادركنا داني، فراح قبل الفقرة الاخيرة نذكر هاي القضية ايضا وانت معاي، ان هذا اللي قاعد يصير وهذه الاستجابة الجماهيرية لعشرات الملايين من الناس لامامهم المعصوم عليه السلام، هذه ايضا تدل على الاستعداد للظهور المبارك. ان كل هالملايين هذه الآن بإشارة من الإمام الحسين شوف تغير من كل أحوالها، وإن شاء الله يكون هذا التغيير طول السنة مو بس أيام محددة. هذه أيضا الآن هذه زيارة الأربعين تمهد الأرضية للظهور المبارك، أنه يا عالم ترى هذه الشيعة الآن والمحبين الإمام الحسين أيضا بإشارة من الإمام صاحب الزمان إذا ظهر كلها راح تركض وتكون في طاعة سيدي مولاه الإمام صاحب الزمان. مولاي سيدنا الحبيب، حقيقة هي هاي الأربعين طلائع الجيش الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف إن شاء الله. هذا الأربعين وهذا العدد الهائل اللي متوهجه، هذه رسالة الإمام الحج عجل الله تعالى فرجه الشريف للعالم كله. هذه هي نقدر إحنا نستخدمها ونستغلها لطرح القضية الإمام الحجة في للعالم، أنه هاي ترى جيش الإمام، هذا طلائعه مو كل الجيش، وهذه امتيازاتهم، وهذه أخلاقهم، وهذه روحيتهم، هاي وحدتهم، وإذا يعطون مجال يصيرون أكثر من هذا. هذا بدون مجال هالشكل صاروا، شلون إذا يعطون مجال؟ سمعت السيد المرجع العظمى سيد صادق الشيرازي عنده شعار للأربعينية، الحسين وحدنا، شعار راقي، وهذا يستخدم دائما أغلب الأخوة يمكن يستغلوه ويستخدموه ويعلنون عنه. فعلا الحسين وحدنا، وحد 30 مليون من عراقي، إيراني، باكستاني، هندي، خليجي، كل جنسيات الدنيا، وهذا كذا، أوروبي، مسيحي، سني، شيعي، الأديان الأخرى تلقاهم موجودين في قضية الحسين. الحسين وحدنا، كلمة راقية جدا من سماعة السيد المرجع، وشعار راقي للأربعين، الحسين وحدنا. هذه قضية حقيقية. احنا قبل ما ننتقل الموضوع إذا تسمح لي رسالة، بس بقت الفقرة الأخيرة وهي شنو أعمالكم ونشاطكم راح يكون في هذه الزيارة، هاي بخدمتكم، لأن الوقت الآن صار قصير. رسالة
رسالة لكل عاشق الحسين. سلام. وما تتيح له الفرصة، هو ما عنده الإمكانيات. أكو عشاق حقيقة نشعر بيهم، نعم، ودنحس بيهم في العالم. أكو عشاق للحسين وأمنيته وطموحه أن يشارك ولو بخطوة، أن يكون يحضر كربلاء ولو بأمتار، يحضر كربلاء ويتوجه إلى كربلاء. هو راح يكون مشارك مني، لأن حقيقة احنا عشاق الحسين إن شاء الله كن منهم وخدامهم. العشق مشكلة، هذول الناس اللي عاشقين الحسين مشكل، يريد يجي وما عنده أموره، ما مهيئ وضعه، ما مهيئ وضعه، ما مهيئ القضية المالية مالته أو ظروفه. هذا خطية يعيش وهو بعيد عن كربلة، يعيش في حاله، يحس نفسه مظلوم. فلذلك أنا أوجه ندائي لهم سواء في أي بقعة من بقاع الأرض وبما فيهم، خصوصا الآن هذا العام إيران دي يمرون خطية في ظروف محرجة، خصوصا ظرف الاقتصادي مالتهم محرجة. أوجه لهم نداء، فقط أوصلوا للعراق. احنا أحسنت. نفرش أرواحنا أمام رجلكم واسحقون علينا وادخلوا، نتقاسم وياكم الرغيف، بل ما نريد الرغيف لكم وإحنا ناكل حتى الأحجار. أحسنت. الموالين في كربلاء والعراق هم ينتظرون قدومكم، مو لأجل شيء إلا لقضية الحسين. سلام الله. لأننا لهذا الشرف، شرف الخدمة. تليفوناتنا موجودة، فقط يأشرون، وإن شاء الله ما نملك وما نستطيع إحنا في خدمتكم. فقط وصل نفسك للحدود، إن كان كل شعب الإيراني يجي، وكل الشعب شكو واحد على الكرة الأرضية يريد يجي كربلاء إحنا بخدمته، يريد يجي للعراق إحنا بخدمته، ومستعدين نضحى الغالي والنفيس لأجل قدومهم وحضورهم، ونهيئ لهم الظروف المعيشية في وحضر في إقامته في العراق، وحتى الظروف الأمنية وغيرها. احنا الصدور مفتوحة أمام كل أعدائكم، خلي يضربون بس انتوا توصلون سالمين، احنا حاضرين. وهاي الرسالة هم من نفس سماحة السيد المرجع، وخصوصا خطابه الأخير يمكن سمعته، انه دعا الجميع ان تتلاشى، اضافة رسالة الى الحكومة العراقية، مهد يعبئ الطريق لزوار الحسين، ارفعي اياديك عن العراقيل اللي توضعيها امام الزائر، لان عزتهم بالحسين، كرامتهم بالحسين، وجودنا من الحسين. نعم. وجودنا من الحسين. سلام. بدون الحسين لا وجود، ماكو وجود. طيب. فلذلك احنا نوجه رسالتنا الى العشاق، تعالوا وتليفوناتنا موجوده، اتصلوا احنا بخدمتكم ونستقبلكم منين ما تريدون، من المطار للمطار. من وكل حسيني في العراق، وكل حسيني سواء حتى اذا من العراق، باسم الجميع يستقبل، باسم يستقبل الجميع. الناس ويهتم بيهم، هي واقفه تعد الخدمه لكم. نعم. بل حتى الاطفال، اضافه قضيه مشروعنا. نعم. كمشروع جيت تكلم عن مشروعكم شويه. مشروعنا الخدمي، احنا واحد من الناس
كمجموع كمكتب سماحة السيد كالعلاقات العامة حسب توجيهات سماحة السيد لازم يكون لديكم مشروع في خدمة الزائرين مو في الزيارات المليونية. لذلك سوينا المشروع الحسين الكبير. فعلا الحمد لله احنا يوميا عندنا ضيافة من 30 إلى 35 ألف زائر في المواقع اللي تحت تصرفنا كمدارس مال التربية مديرية التربية كحسينيات كمساجد كبيوت شرفاء من أهالي كربلاء اتطوعوا بيها أن تكون هاي الزيارة تكون خدمتهم أراضي موجودة تنصب فيها خيام وكذا خيام اللي احنا ننصبه أكو آخرين هم يجون ينصبون الخيام لأحزابهم لتكتلاتهم لتجمعاتهم لكياناتهم إن كانوا داخل العراق ولا خارج العراق. يعني حتى من يطوب إلا باج عنده يطوب. إحنا لا مفتوح أمامك. لذلك العدد ما محدد شكد ما تريد تدخل. لذلك بعض المدارس توصل إلى 3000 نفر 2500 نفر ينام في المدرسة الاستراحة الواحدة. والمبيت وأيضا المواد الغذائية والخبز رعاية كاملة إن شاء الله بما فيهم حتى الأمور اللي يستخدموها للأطفال ما أطفال الضرورات أما مهيئيها بعض الملابس البسيطة ما تنقدمها اللي نقدر والأخوة اللي يقفون إلى جانبنا ويدعمونا جزاهم الله بألف خير ونحتاج بعد أكثر ونريد نطالبهم أكثر الأخوة أصحاب رؤوس الأموال نرجو منهم يجون يزورونه يشوفون بعينهم خلي يوقف يجي يخدم هو وهو خلي يجي يخدم وينفق لأنه قضية كبيرة أكبر من إحنا نكون أكبر حتى من دولة أكبر من إمكانيات دولة بس نريدهم هم يجون خليجون يخدمون إحنا باب التطوع مفتوح للخدمة مدارس موجودة غير مدارس مواقع لتوزيع الأكل وإضافة نقل الغذاء إلى المدارس وغير المدارس لإطعام اللي يجون ضيوفنا إضافة عندنا مكانات ومراكز للتوزيع للشارع وللعامة زين إضافة عندنا مياه يعني سنويا العام يمكن قريب الخمس ملايين قنينة مية احنا صارفين وهذا حال آلاف المواطنين احنا مجموعة آخرين وين التحتين من مثلا هيئة خدمة أهل البيت مثلا شو يسموه موكب مجانين الحسين آخرين ويانا دي يجون يخدمون ويانا هذا حال آلاف المواكب آلاف المواكب هذه كلها نعم. تتنجمع ولكن ما تتأثر به ذاك نعم. إلا فد قسم منه موجود إضافة عندنا خدمة النقل المجاني لأنه أكو قطوعات تصير نعم. خارج كربلاء لازم نجيب الناس إلى داخل كربلاء نعم. ونطلعهم من كربلاء إلى القطع هذه موجودة عندنا برنامج إضافة عندنا سيارات خدمية لقضية خدمة المواكب مواكب لأن صير بها قطوعات ما يقدر يودي مثلا احتياجاته فشي يسوي يجي يمنا ياخذ سيارة من عندنا مجازة حسب التنسيق مع المحافظة عندنا مجموعة سيارة ما يقارب قريب 200 سيارة عندنا هم نقل هم عندنا نقل المجاني مع الأشخاص فهذه موجودة إضافة إلى احنا عندنا تطوع إلى جانب الخدمة إلى جانب الأجهزة الأمنية تفتيش هذه أولا تساعد الأجهزة الأمنية ثانيا إحنا حاطيها هذه القوة لأي طارئ أن يكون موجود في داخل المنطقة وكذا هذا راح يكون يردع الطارئ أو كذا عندنا المصلخ اللي هي مجزرة لكل المواكب سوينا مجزرة أنت عندك حلال عندك كذا من الماشية وغيرها تجيبها احنا الاخوة هناك اكو استاف كامل يدير القضية يذبحها يكمل لك يعطيك اياها تاخذها وتروح ما شاء الله عدة خدمات موجودة اضافة العلاقات العامة هي المرجعية فتوصية سماحة السيد رعاية الامور الخدمية للمسافرين وغير المسافرين احتياجاتهم متابعات رسمية متابعات لأجهزة الأمنية مشاكل تكون وعراقيل تصير بعض الأوقات نحلها أزمات تصير كثير من هذه الأمور علاقات لها ضمن علاقاتها مع الجهات السياسية وغير السياسية والعشائرية هي تكون في خدمة الزائرين الحمد لله ربنا حبيبي سيدنا أحسنت مشكور كان لقاء مثمر مفيد مشوق
وما قصرت، وشكرا للحضور، شكرا للكلام، الله يحفظكم ويسلمكم. نشكر قناتكم، نشكر حبيبي أقوى العاملين في حبيبي سيدنا الله قناة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. أيضا نشكر، وإن شاء الله نراها دائما في رخي إن شاء الله، إن شاء الله في الخدمة. نختم هذا اللقاء بالسلام على السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى أبناء الحسين وعلى أصحاب الحسين. طريق الحب نادى إذ مشينا، حسينا وحسينا وحسيناً.